هذا سيدي واحد المغربي مشى مع واحد صاحبه اللبناني للبنان. ايوا عرض عليه يا سيدي، مشى معاه للبنان. هذاك اللبناني مين وصل للبنان وحلت له مرتو الباب، ايوا طلع عليها بتعنيقه، توحشتك يا حبيباتي. وداك المغربي مين شاف داك اللبناني عجبو الحال، قال والله الا مازال عايش الرومانسيه، قال والله انا رجع للمغرب وتاني نعيش الرومانسيه مع مرتي. ايوا مين رجع سيدي للمغرب، كي كتحلو مرتو الباب طار عليها بتعنيقه، اه هي تحميها غوات، واه يا ناري واه يا ناري، لما تقول لي يا الحبيب شكون اللي مات، ما عندش مع الرومانسيه. هادو سيدي واحد ثلاثة نجحوا في واحد التحدي مجهاد، واحد المغربي وفرنساوي وواحد الألماني. إيوا قالوا لهم نتوما نجحتوا بثلاثة، اطلبوا ما بغيتو وصاحبكم غنهديو له جوج، ديك واحد ليك واحد اللي عزيز عليك، هادو كتار غادي راه واحد ليك وجوج اللي عزيز عليك، داكشي اللي كاين. سولو داك الألماني قالوا له اطلب ما بغيتي، بقى تيخمم داك الألماني، قال انا لا خديت انا حاجه صاحبي غيعطيوه جوج، هو يقول لهم انا بنيو لي شي قصر في قلب البحر. بناو له سيدي قصر في قلب البحر وصاحبو هداو له جوج قصوره في قلب البحر. ايوا جاو عندك فرنساوي قال ليهم انا بنيو لي شي قصر في راس الجبل، وبناو له قصر في راس الجبل وصاحبو بناو له جوج قصوره في راس الجبل. ايوا جاو عندك المغربي قالوا له اطلب انت ما بغيتي، تيخمم تيخمم تيخمم، ويلي انا غندي حاجه وصاحبي غيدي جوج، ما يمكنش. ويقول لهم عوروا لي هادي، صاحبو عوروهم له بجوج. ترجمة